على الأيامات اللي تسبق الانتخابات الرئاسية وآخر المستجدات، عنا مثلا إقالة رئيس الحكومة الحشيني وما إلى ذلك. رئيس الجمهورية أعطى تصريحات جديدة قديمة ديما يقول فيها، يقول أنه فما ناس قاعدة تقطع في الكهرباء والغاز والماء وما إلى ذلك لتأجيج الأوضاع قبل الانتخابات. شنو رأيك في الكلام هذا؟ الكلام اللي يقول فيه سيد الرئيس كله صحيح. علاش احنا المواطنين عايشين ونعرفوه وجربناه بكري، يعني المنظومة القديمة اللي كانت يعني كما يقولوا في شد الكراسي وشد الحكم وعد كل شيء، هي حبت يعني كيفاش نقولها، فهمت، دربنا على الشيء هذا باش تتحكم فينا وباش تتسلط علينا، فهمني. وقت اللي جاء معناتها 25 اكتوبر، فهمني، الناس الكل تحرت وما عادش يعني الحكايه هذه يعني تجد عليها، فهمني. دونك معناتها ولينا توا نعرفوا يلزمنا نتكلموا، يلزمنا نقولوا الحق. علاش توا الناس مازالت يعني 10 سنين وهي تهز بالباله وتلم وتهز الخارج وكل بلاصه وتستكرش وتولي ملي كانت في السفر ولات لاباس عليها، فهمني، وكانت منبوذه، فهمني، ولاو يتحكموا في البلاد ويحبوا ينتقموا من الشعب. ناس تحب تفقر الشعب باش يولي هو معناتها يعني يتحكموا فيه عبد ليهم. المنظومه هذا جماعه الكناطريه وجماعه المنظومه القديمه نتاع النهضه نتاع الحزب الحر والحزب ما نعرف شكون وعبير موسي ولت الكل فدينا منهم، يزي ما كلاو الشعب، يزي ما عباو، يزي شنو هو يسيبونا خويا يمشي، ما هو مشاو لفرنسا، ما هو مشاو خارج الخارج، علاش خارجين الخارج كي هما لاباس عليه وخاتين، ما هو علاش هاربين؟ ورئيس الجمهوريه وقت اللي جاء وخطب وعمل قال اللي يحب يعيش في بيت حر ويعني كل شيء يجي ينظف روحه، كيفاش نقولوها، يصرح باللي عنده كل شيء ويشارك في اللي يحب. ماشي انت معناتها عندك دوب الناسيوناليتي وقت اللي هو الدستور والواحد يحرمك انت باش تشارك في الانتخابات، جاي تحب تشارك كيما كادوريم بلاش بيع، هذا انسان رابير واعد كل شيء، فهمت شنو اللي يفهم السياسه، فهمني، غيره 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 اللي بنت يجربوا 10 سنين يجربوش حتى عام كوي يكونوا متطورين الربي، نكونوا الاخرى متطورين كيما الغرب كيما الناس الاخرين. خويا ما نجحتش قدم استقالتك وابعد عن مني، ما تبداش تحط في العصا في العجله وتدير كيلو موز مني كيلو عنب ب 20 دينار، شي الحكايه هذه؟ دي بلاد الخيرات كلها موجودة، واحنا يعني بلاد الخيرات نجيو الكرموس ب 20 دينار 50 دينار، الدلاع بالبرج كنا نشري في الدلاع بكعبة قد نهزوها زوز من الناس ما تكلفش حتى 5000 فرنك، توا ولينا بالبرج عليه، مانيش بلاد فلاحية، بلاد فلاحية لا. وثم حاجة أخرى زاد، ثم برشا عباد استانسوا بالخبز باللقمة الباردة، ما عادوش يحبوا يخدموا، يحبوا يعولوا على، فهمني، اخويا بيع بالغالي وكل شيء خلينا نستغناو في سعفيسة ونقل دمك عبيتو يزي فيه البركة. سيبونا اخويا سيبونا، خلي الناس يعني نظاف، فهمني، سجلتهم نظيفة، كل شيء تشارك في الانتخابات تشارك في الحكم، احنا بينا نأيدوه. كلامه صحيح، كله صحيح، عادي جدا، مشي حطوا له العصا في العجلة. احنا انت نورمالمون كي تشوف الشعب التونسي تويكا 90% مرتاح، دونك اذا ارتاح له شعب سي بون، ما عادش حتى شيء معناها مش يخلينا ما نصدقوشه معناها. هذه هي راي المفارقه العجيبه، رغم الوضع صعيب الشعب التونسي مع رئيس الجمهوريه. اكزاكتومون، معناها الوضع كاسح 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 كاسح، وبالنسبه لينا احنا كل يوم نزيدوا نحبوه اكثر، خاطر هو بيدو عن المره اللي فاتت في الجنوب ما نعرفش قداش 46 درجه ولا قداش ما نعرفش في قابس ولا وين، الراجل يدور في السخانه يدور وماهوش فيلم عامله، معناها ما تحسه ماهوش قاعد يعمل فيه اكسبريس شيء، معناها
التعب هذاك جهده وين وصلوا معناها، خاطر تونس ماهيش دولة متقدمة وكل شيء ويضرب بالبونية ويحب يوصلنا ويحب، ومش اليوم مش غدوة، يجي وقت اللي باش ترتاح شوية العباد، فهمتني؟ وهذيك المفارقة كما قلت أنت، معناها الوضع صعيب لكن العباد تحبه. بالنسبة لي أنا قيس سعيد رئيس ما عادش يتعاود، رئيس رئيس، ربي ناب علينا برئيس، فهمت؟ وإن شاء الله ربي نستحفظوا به، فهمتني؟ الناس هذوما فهمتي ولا ناس نقولوا نحن فهمتي ولا يعني يحبوا، كانوا لوبيات فهمتني، كانوا لوبيات فهمتي ولا كانوا عاملين، جاء السيد هذا فهمتي ولا قيس سعيد وجاء باش يسوي البلاد فهمتني. بالنسبة لي أنا راه فهمتي ولا إنسان رئيس كفء ويتعاود وإن شاء الله ديما معناها مدى الحياة بالنسبة لي أنا، فهمتي؟ حكي لنا هو الرئيس برشا مرات وحتى حكي لنا على مؤامرات وغرف مظلمة وما إلى ذلك، عنده معلومات. المعارضين نتاعو على مواقع التواصل الاجتماعي ولاو يتندروا بها الحكاية هذيها ومؤامرات، إي باه ومشينا وفما إيقافات صارت في بلادنا، ممكن الخبر أنت باش تستغربوا كمواطن تونسي، لكن تم إيقاف مجموعة من الأجانب جواسيس في بلادنا، شو رأيك؟ بالنسبة للإيقافات قالك القضاء، فهمتي؟ القضاء هو اللي يعني خلى القضاء، فهمتي أخي؟ هو دخل القضاء. أي أجانب، معناها موجودين، معناها الأجانب هذوما فهمتي وموجودين، معناها كيما نقولوا نحن تم ضبطهم. ها طلعت فما بالحق مؤامرات. فما مؤامرات، فهمتني؟ إنسان قالك أنا ما ندخلش في القضاء. انا فهمتي ولا القضاء هو فهمتي ولا يعمل شيء، معناها كيما نقولوا نحن يرى واحد جاء قال ها والغنوشي ها وشنيها وكذا، سيب القضاء فهمتني. انسان كفى، انسان عنده ما يقول في روحه، انسان في نظم البلاد، لكن ما جاش هو فهمتي البلاد راهي مشات فهمتني، ما كمجاش هو لا عندي قرابة بيه ولا نعرف قبل لا حد شيء، انسان منظم في الحياة وقال لك انا حاسبني قبل ما نخرج، حاسبني ايش عندي وما عنديش، ها واش عندي في الكونت فهمتني. انسان فهمتي ولا بالنسبه لي انا راه رئيس فهمتني، ورجع لتونس للسكه نتاعها. حاجه قويه برشا، غيره ما نجمش يعملها، غيره حاجه قويه برشا، حاجه تفرح، فهمت كيفاه؟ حتى ولو ما نعرفش انا اتيرم باش تفضلهم ولا باش تحل المشكله ذي، اما يعمل في حاجات بالحق، معناها تحسه يخدم في الشعب، يخدم في العباد، فهمتني؟ يخدم. وانا ناكد لك اللي حتى ما غير ما يعمل كما يعملوا الاخرين وكل شيء، راهو باش يتعدى في الانتخابات، راهو باش ليه باش يتعدى، هو تو يمشي عادي، معناها ماهوش يعمل كما الاخرين. انا واحد من الناس، انا مواطن عادي، ما جاني حد قال لي زكي سعيد واعمل وما فما، هاني مواطن عادي انا، فماش معناها شكون يقلقك وشكون، فماش حتى لفتات، ما فماش بروفوكاسيون باش تمشي في اتجاه معين، ما فماش، يخدم عادي معناها خدمته وتحسه. اسمع راه فما كيما نقولوا فيها ديزانديس تظهر على الانسان، يظهر عليه الصدق، فهمتني؟ والعلم عند الله، انا واحد من الناس نحسه صادق الراجل برجولي ولا، وحتى لا كان باش لا قدر الله تمشي في هاويه، راه ملعبوا له لعبه، اما هو صادق فهمتني. وان شاء الله بلادنا ديما بخير، وان شاء الله لاباس، نخموا على وليداتنا احنا نعرفوا.